بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبنا موضوعنا اليوم عن فطريات بين الفخدين وعلاجها بالطرق الطبية والوصفات الطبيعية فطريات بين الفخدين هي إحدى أنواع الفطريات الجلدية التي تعيش على الجهة الداخلية من الفخدين وتكون على شكل حلقة حمراء اللون وتعيش في هذه المنطقة لأنها تمتاز بدفئها ورطوبتها وتسبب هذه الفطريات للمصابين حرقه وحكه شديده وتسبب ايضا تفسخا وتقشرا في الجلد وهذه الاصابه شائعه بين الرياضيين بصوره كبيره وايضا على الاشخاص الذين يعانون من سمنه مفرطه وذلك لانهم يتعرقون بشكل كبير كما ان هذا المرض قابل للانتشار بين الافراد لذا يحظر استخدام ملابس المصاب ومناشفه سنبدا بعلاج فطريات بين الفخذين بالطرق الطبيه نلخصها فيما يلي تغطيه المنطقه المصابه بالبودره الخاصه للجلد التخطيص في محلول بيكربونات الصوديوم ويحضر هذا المحلول باضافه ربع ملعقه صغيره من كربونات الصوديوم الى نصف كوب ماء دافئ وهذا المحلول يعجل من شفاء المرض ويقوم بتخفيف الحكه ايضا دهن المنطقة المصابة باحد المراهم المضادة والمقاومة للفطريات، قد يصف الطبيب ايضا بعض انواع الدواء الخاصة بالمرض. هذه الطرق الطبية، اما الطرق الطبيعية لعلاج فطريات بين الفخذين نلخصها فيما يلي: تطبيق لبخة معدة من الجزر المبروش، طبعا خزه، على المنطقة المصابة بالفطريات أربع مرات في اليوم. وشرب كأس من مغلي البابونج كل يوم ويحضر بغلي كميات متساويه من زهور البنفسج والبابونج وهذا المشروب للكبار فقط ويمنع ويحذر من تقديمه للصغار ومن الممكن ايضا دهن المنطقه المصابه بهذا المغلي ثلاث مرات في اليوم وهذه الوصفه لكل الفئات العمريه ويجب استخدام قطنه او قطعه شاش عند الدهن حتى لا تنتقل الفطريات لاجزاء اخرى من الجسم. ايضا تناول كاس من مغلي زهره البنفسج كل يوم، ويحضر هذا المغلي بغلي ازهار البنفسج لمده ربع ساعه، وتجدر الاشاره الى ان هذه الوصفه ايضا للكبار فقط. ايضا تطبيق لبخه زهر البنفسج على المنطقه المصابه، ومن الممكن استخدام هذه الوصفه لكافه الفئات العمريه. ايضا دهن بقعه الفطريات بمزيج الشمر. ويحضر المزيج بإضافة كميات متساوية من الشمر المطحون بشكل ناعم وزيت اللوز الحلو. أيضا غسل منطقة الفطريات بمغلي لحاء البلوط ومن ثم يجب غسل المكان بالماء النظيف. وغسل مكان الإصابة بخليط زيت الشوفان وزيت اللافندر. وهذه الطريقة مفيدة بشكل كبير للأطفال. أيضا دهن الفطريات بخليط الزيوت باستخدام قطنة وهذا الخليط يحضر بخلط ملعقة كبيرة من كل من زيت الخروع وزيت اللوز وزيت زهرة البنفسج. أيضا دهن بين الفخدين بزيت حب عزيز أو بزيت الزعفران ثلاث مرات كل يوم حتى يتم علاج الفطريات بشكل نهائي. أيضا يمكن وضع أوراق الخبيزة المسلوقة. طبعا معروف الخبيزه المسلوقة على بقع الفطريات في الصباح والمساء وتكرر هذه الطريقة كل يوم حتى يتم علاج الفطريات بصورة نهائية. أيضا يمكن تطبيق عجينة قصب الزريرة على مكان الإصابة كل يوم حتى الشفاء وتحضر هذه العجينة بمزج مهروس قصب الزريرة أو الزريرة مع كمية من الماء بحيث تتشكل عجينة متماسكة. طبعا نضع صور المواد حتى يسهل الحصول عليها. نتمنى للجميع دوام الصحة وراحة البال ومثل العادة ننتظر رأيكم وتعليقكم على هذا الموضوع كما عودناكم دائما بالجديد والمفيد بإذن الله دمتم في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.